وبقي الإسلام ولله الحمد قويا عزيزا، ويقيض الله له من ينصره ومن يحميه ومن يدافع عنه. ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت مدلهم، الفرق كلها تتجاذب، الناس صوفية وجهمية ومعتزلة وقبورية وشيعة، يعيش العالم الإسلامي في موج من الفتن. ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية، تخرج على كتب السلف الصالح النقية، ودرس الكتب الضالة والمنحرفة، وعرف الشبه التي بنيت عليه، وقام يدعو إلى الله عز وجل ويؤلف الكتب ويدرس وينفى ويسجن، ولكنه لم يثنه ذلك عن الجهاد. الجهاد بالسيف، خاض المعركة، قاتل بالسيف، والجهاد بالقلم، حتى قيض الله له طلابا حملوا علمه كابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة الكبار. فانتشرت الدعوة، ولكن لا يزال التيارات المنحرفة، لكن بزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام، والرد على الشبه، على الضلالات، من شيخ الإسلام وتلامذته.